السلام عليكم، أهلا بكم في فيديو جديد. إن شاء الله النهاردة هنكمل نحو الصف الأول الثانوي. هنتكلم النهاردة بعنوان صيغ المبالغة. بسم الله صلى على النبي. إيه صيغ المبالغة يا مستر؟ قبل ما أشرح صيغ المبالغة دي أوزان صرفية لازم أحفظها. طبعا ما حفظتهمش مش هتحل. قبل ما أشرحها ما حفظتش مش هتحل، لازم أحفظ الأوزان دول. هم خمسة بس، هما طبعا أكتر من كده بس المنهج بتاعك بتقتصر على الخمسة دول. فالنهاردة هنتكلم عن الخمسة، لازم تحفظهم. دي اوزان صرفيه بتدل على ايه؟ على وقوع الفعل بكسره او حدوث الفعل بايه؟ بكسره، بيدل على الكسره. يعني نقول بسم الله. اول حاجه عندي الاوزان دي رقم واحد، هتقول لي فعول، فعيل، فعال، مفعال، فعل، فعول، فعيل، فعال، مفعال، فعل. يلا نقول بسم الله ونصلي على النبي. فعول دي ازاي يا مستر؟ اما يجي يقول لك كده غفور، هو ربنا بيغفر مره اتنين تلاته كتير، مره اتنين تلاته بس؟ لا، اربعه خمسه الف الفين كتير جدا، صح ولا غلط؟ صح، بيدل على الكسره. اذا ده اسمها صيغ مبالغه، لازم تدل على كسر حدوث الفعل. يبقى هنا اقول له غفور، اقول له شكور، ممكن اقول لك صبور. طب خلي بالك بقى من الحته اللي جايه دي، خلي بالك قوي من الوزن بتاع فعول. انا ممكن هنا يقول لي كلمه زي كلمه علوم، دي ما تنفعش معايا صيغه مبالغه. ليه يا مستر؟ معلومه على وزن فعول. لا يا حبيبي، مش على وزن فعول، انا قلت فاعول، فاعول، غفور، شاكور، صابور. انا بقول هنا علوم مضمومه، دي ما تنفعش معايا. يبقى هنا لازم اشوف الاول يكون مفتوح، خلي بالك بيلعب فيها، خلي بالك من الحته دي. طب نخش فعيل. فعيل زي ايه؟ لما يقول لك رحيم. ايه تاني؟ قبل ما نخش فعيل خلي بالك برضو في نقطه مهمه جدا تخلي بالك منها. انا عندي فعول يا مستر في المؤنث ما بحطلوش تاء مربوطه، ما بيحتاجش تاء مربوطه. اما اقول لك كده رجل عجوز، ده في المذكر. طب في المؤنث هقول امراه، سامعك اللي بتقول عجوزه، اوعى، امراه عجوز من غير التاء المربوطه. ازاي يا مستر؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القران ايه؟ قالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة. أألد وأنا عجوز، ما قالتش وأنا عجوزة. إذا عجوز هنا تنفع للمذكر وتنفع لإيه؟ للمؤنث. صلي بقى على النبي، ونخش في الوزن اللي هو فعيل. فعيل زي رحيم، زي إيه تاني؟ زي كريم، زي سميع، بتدل على كثرة حدوث الفعل. كلمة زي كلمة قتيل. طب بعد كده قال لي يا مستر جريح، ساجين، هقول لك دول مش صيغ مبالغه. الثلاثه دول ليسوا صيغ مبالغه. في كلمات ثانيه بس دول اشهر حاجه، قتيل، جريح، سجين، ليس صيغ مبالغه. طب ليه يا مستر مش صيغ مبالغه؟ قال لي هنا عشان ما دلتش على كثره فعل الشيء. طب ازاي طيب؟ طب قتيل هنا هو انا قتلت واحد كتير ولا مره؟ خلاص مره وشكرا، مش اتقتل مره، مش هيتقتل يصحى، يتقتل يصحى، لا هي مره واحده. يبقى هنا ما دلتش على كثره حدوث الشيء، يبقى هنا ليست صيغ مبالغه، ليست صيغ مبالغه. امال ايه؟ دي صفات مشبهه باسم المفعول. يبقى قتيل المفروض اقول عليها مقتول، جريح اقول مجروح، سجين مسجون. وبكل بساطه انا خدت اسم الفاء المفعول لسه ما خدتهوش. خلاص انا هنشرحها ان شاء الله الحصه الجايه، بس عايزك تعرف ان اللي بيجي بعد اسم المفعول بتعرب لي نائب فاعل. بتعرب لي ايه؟ نائب فاعل. يبقى هنا كلمه قتيل، جريح، سجين ما دلتش على كثره فعل الشيء، اقول ليست صيغ مبالغه. طب اللي بعدهم عربه نائب فاعل. طب ايه فعال؟ فعال زي ما يقول لي كده وهاب، رزاق، تمام، وهاب، رزاق، علام، صلى على الحبيب. مش كل دول على وزن فعال؟ يا مستر على وزن فعال. قال لي هنا سماع، خدها دي كمان سماع. وخلي بالك من المثال ده، لما اجي اقول لك كده الفتاه سماعه للقران من سماعه الهاتف. شوف المثال الجميل ده، هتقول لي يا مستر سماعه انت لسه قايل لي دي صيغ مبالغه. ماشي، طب ما في اتنين، في هنا سماعه وفي هنا سماعه. وخلي بالك انا اي مشتقات سواء اسم فاعل، مشتقات العماله، اسم فاعل، اسم مفعول، صيغ مبالغه، لما اجي استخرجها لازم تخليها لي كده، لازم تخليها لي مفرد وتخليها لي مذكر وتخليها نكره. مش دي مؤنث خليها مفرد، خليها اللهم صل على سيدنا محمد مذكر، سماعه تبقى سماعه. اذا سماعه على وزن فعال يبقى دي صح صيغه مبالغه. في مشكلة؟ مفيش فيها مشكلة، بس أنا عندي اتنين، عندي سماعة هنا وعندي سماعة هنا. بكل بساطة أنا هنا إيه اللي بتدل على كثرة حدوث الشيء أو كثرة فعل الشيء؟ سماعة للقرآن، بتسمع القرآن كتير، إذا هي دي، يبقى دي صيغة مبالغة. طب هنا من سماعة، لا ده دي السماعة بتاعت الهاتف اللي أنا بحطها في ودني، يبقى دي اسمها اسم آلة، ده اسمه اسم آلة، صلى على النبي.
وما اجي اقول لك كده الفعال ممكن يقول لي كده رجل علام، رجل ايه علام، واقول رجل علامه. طب التاء المربوطه جت ليه؟ دي بتدل للخبره، للخبره في العلم، انه عنده خبره اكتر. يعني رجل علام ولا هو رجل علامه احسن؟ هو رجل علامه بتدل على عنده خبره اكتر من التاني. في مشكله؟ خش بقى في المفعال، خش في المفعال ده مهم جدا. اما يقول لي كده معطاء مقدام، تمام، يقول لي معطاء مقدام مهزار على وزن مفعال، يبقى ده اقول له صيغه مبالغه. معطاء بيطبط كتير، تمام، يبقى اقول له ده بدل على كثره فعل الشيء، يبقى اقول له عطوه صيغه مبالغه على وزن مفعال. انت بتطلع على الحبيب. انا عندي يا مستر صيغ المبالغه معظم، معلومه مهمه جدا تحطها في دماغك، معظم صيغ المبالغه تاتي من، تاتي منين؟ من الفعل الثلاثي. بتاتي منين يا مستر؟ من الفعل الثلاثي. بس خلي بالك انا عندي ما عدا وزن مفعال ده بياتي من غير الثلاثي. طب اديني مثال. هو انا لما اجي اقول لك معطاء الفعل بتاعها ايه؟ هتقول لي يا مستر اعطى، ده ثلاثي. لا ده اكتر من ثلاثة. اذا مفعال من الفعل غير الثلاثي. يبقى خلي بالك عشان لو جه قال لك جيب لي صيغه مبالغه من الفعل غير الثلاثي، ما الفش حوالين نفسي واقول لي انت ما قلتليش الشرح ده، ما قلتليش كده في الشرح. لا هنا يا مستر قلت لك اهو صيغ المبالغه من الفعل غير الثلاثي ادور على وزن، وزن ايه؟ مفعال. طب في حاجه ثانيه؟ قال لك وزن فعيل ده كلمه زي كلمه قد، مش دائما، قد ياتي من الفعل غير الثلاثي. يعني كلمه نذير وكلمه بشير، هي الفعل بتاع النذير بقول ايه؟ بقول انذر. طب بشير بقول بشر، تمام، يبقى ده غير ثلاثي وده غير ثلاثي. اذا لما يجي يقول لي طلع جاب له جمله وقال لي جيب لي صيغه مبالغه غير الثلاثي ادور على وزن مفعال، طب ما لقيتش مفعال، شوف لي بقى فعيل. بس فعيل قلت لك مش دائما، قد يعني تيجي ثلاثي وممكن تيجي غير ثلاثي زي كلمه نذير وبشير. صلى على النبي. السؤال المهم بقى بيقول لي ايه؟ بيقول لي كده الرجل مذياع للاخبار، الرجل يستخدم المذياع. نفس المثالين بس يقول لي كده الرجل منشار للاخبار. طب ويجي يقول لي كده الرجل او النجار يستخدم المنشار. صلى على الحبيب. زيد النبي صلى. هنا بيقول لي ايه يا مستر؟ مذياع على وزن مفعال. طبعا عندي هنا مذياع وعندي هنا مذياع، انا فيهم صيغه مبالغه، قلت لك لازم تدل على كثره حدوث الشيء او كثره حدوث الفعل. هنا مذياع ده بينشر، بيذيع الاخبار كتير، بيذيعها. اذا هي دي صيغه مبالغه. طب اللي تحت؟ لا ده اللي تحت ده بيستخدم المذياع، يعني الاله نفسها. يبقى اذا دي اسم ايه؟ اسم اله. ده اسمه اسم ايه؟ اله. طب الرجل منشر الاخبار نفس الكلام، بينشر الاخبار كتير، يبقى اقول له دي اسمها صيغه مبالغه. طب الرجل يستخدم المنشار؟ لا ده الاله، اذا ده اقول له ده اسم ايه؟ اسم اله. صلى على الحبيب. قال لي بقى فاعل، اقول له حذر فطن يقظ ونشط. خلاصة بقى الدرس سريعا عشان اطلع الاوزان بتاع صيغ المبالغه، احفظ الخمسه قلت لك لازم تحفظهم. فعول فعيل فعال مفعال فعل. فعول هنا الفاء مفتوحه، فاقول غفور شكور صبور. ينفع اقول علوم؟ ما اسمها علوم، ما ينفعش معايا، اول حرف مضموم ما ينفعش معايا، دي مش صيغ مبالغه. وقلت لك وزن فعول ممكن في المؤنث ما يجي من غير تاء مربوطه، بقول رجل عجوز وامراه عجوز. جيت الدليل منين؟ قلت لك من القران الكريم، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ قالت اقلد وانا عجوز وهذا بعلي شيخه. قالت ايه؟ اقلد وانا عجوز مش عجوزه، ما فيش تاء مربوطه. في مشكله؟ خش في اللي بعده. طب فعيل، قال لك رحيم كريم سميع. في برضه اوزان ما تنفعش اخدها، بتيجي على نفس الوزن بتاع فعيل بس بتبقى صيغه مبالغه، ما بتدلش على كثره حدوث الشيء. اما اجي اقول لك مثلا قتيل، هو اتقتل مره واحده، ما فيش بقى كثره حدوث هنا. قتيل جريح سجين، دول ليهم متشابه، دي صفه متشابهه مع اسم المفعول. اذا قتيل اقول مقتول، جريح اقول مجروح، سجين اقول مسجون. ونعرف يا مستر ان اللي بيجي بعد اسم المفعول بعربه نائب فاعل، يبقى اللي بيجي بعدهم بعربه نائب فاعل. طب هنا فعال بقول وهاب رزاق علام سماع، قلت لك ممكن يجي فتاة مربوطة بتدل على ايه؟ على زيادة الخبرة، يعني رجل علام وامرأة علامة. رجل علام ورجل علامة، أنهي أفضل؟ أقول رجل علامة يا مستر، اللي فتاة مربوطة بتدل على كثرة الخبرة في العلم، عنده خبرة أكتر من التاني.
طب ايه تاني هنا؟ قلت لك ممكن يجي مثال زي ده، الفتاه سماعه للقران من سماعه الهاتف. السماعه الاولى بتدل على كثره السمع للقران، تحب تسمع القران كتير. طب السماعه الثانيه؟ لا ده الثانيه دي الاله، اذا الثانيه دي اسم اله والاولى صيغه مبالغه، طالما دلت على كثره حدوث الشيء او كثره حدوث الفعل اقول له ده ايه؟ صيغ مبالغه. خش بقى في وزن المفعال، المفعال ده غير ثلاثي، غير ثلاثي بيجي من الفعل غير ثلاثي، اذا معطاء اقول اعطى، مقدام مهزار. وقلت لك فعيل ممكن قد ياتي منه غير ثلاثي زي نذير وبشير، زي نذير وبشير. نذير بقول انذر، بشير بقول بشر. ويجي يقول لي هنا يتشابه مفعال مع ايه؟ يتشابه مفعال اللي هي صيغه المبالغه مع اسم الاله. فين المثال اهو؟ الرجل مذياع للاخبار، بيذيع الاخبار كثيره، اذا ده صيغه مبالغه. طب قال لي الرجل يستخدم المذياع، ده بيستخدم المذياع اللي انا عارفه، اذا ده اسم اله. هنا بيقول لي ايه؟ الرجل منشار للاخبار، الرجل يستخدم المنشار، يستخدم المنشار ده الاله اللي انا عارفها، اذا ده اسم اله. طب الرجل المنشار للاخبار ده بينشر الاخبار كتير، يبقى اقول له دي صيغه مبالغه وليست اسم اله. طب اخر حاجه فاعل اللي هو حذر يقظ فاطمة، ادور على فاعل، فاعل فاعل، تمام. نفس الوزن نفس التشكيل كده. شرحنا ازاي استخرج صيغه مبالغه، اعرفها ازاي بكل سهوله في الاستخراج. لسه بقى حاجه بسيطه جدا اسمها اعمال صيغه المبالغه، ما تروحش بعيد، صل على النبي. يلا بقى دلوقتي ناخد اعمال صيغه المبالغه بكل بساطه. اعمال صيغه المبالغه يعني اللي بعدها، لا اما فعل لا اما مفعول به، ممكن يكون مفعول به تاني. نقول بسم الله وصلى على النبي. اعمال صيغ المبالغه عندي ممكن تيجي بدون شروط يا مستر، وممكن تيجي بشروط. يعني ايه بدون شروط؟ من غير اي شرط. دي امتى؟ في حاله واحده بس، لما يكون فيها الف ولام. اذا صيغه المبالغه لقيت فيها الف ولام بستعمل بدون ما تفكرش تقول لي بقى ماضي مضارع حاضر، لا فيها الف ولام ما افكرش، اقول له هنا عامله، اقول له هنا عامله. نحب المقوال الصدق، مقوال على وزن ايه؟ على وزن مفعال. اذا صيغه المبالغه فيها الف ولام تقول لي عامله. يعني ايه عامله؟ يعني افهم بقى يعني ايه اعمال واحده واحده. يعني اعمال يعني هنشتري المقوال دي واحط مكانها الفعل. المقوال الفعل بتاعها ايه؟ هتقول لي يقول. مين اللي بيقول؟ هو يا مستر بيقول ايه؟ الصدق. يبقى تعريف الصدق دي مفعول به، وانت ايه اللي يجي بعدها؟ لا فاعل لا مفعول به، او مفعول به اول مفعول به ثاني. بكل بساطه يبقى دي مفعول به منصوب بالفتحه. يلا نشوف بقيه الامثله. ده اقول له يعمل بدون شروط لو في الف ولام، يعني هشتغل واحط الفعل. واعرف بقى اللي بعدها يقول، مين اللي بيقول؟ هو يا مستر بيقول ايه؟ الصدق. اذا الصدق ده اعربها مفعول به. خش بقى في الشروط، هما شرطين. ما لقيتش فيها الف ولام يبقى لازم كام شرط؟ اثنين. الشرط الاول تكون نكره منونه. يعني ايه نكره منونه؟ يعني تدل على الحال والاستقبال. يعني ايه برضه؟ يعني ما لقيش فيها كلمه امس، لقيت فيها كلمه امس قول لي هنا غير عامله، واللي بعدها يتعرب مضاف اليه. اديني مثال. الرجل سميع الدعاء امس، سميع على وزن فعيل عامله. اوعى تقول لي عامله فيها الف ولام، لا لازم في شرطين. الشرط الاول نكره منونه تدل على الحال والاستقبال، ده فيها كلمه امس اهي، يبقى اقول هنا دلت على الماضي، يبقى اقول له هنا غير عامله. طب الدعاء اعربها ايه؟ اعربها مضاف اليه على طول، طالما غير عامله يبقى اللي بعدها اعربها مضاف اليه. انزل بقى اللي بعده، قلت لي نكره منونه تدل على الحال والاستقبال، ده الشرط الاول. طب الشرط الثاني لازم تعتمد على، يعني يجي قبلها نفي استفهام مبتدا نداء موصوف حال. صلى على الحبيب. يلا ما يقول لك ما صبور الرجل عند الشدائد، فين صيغه مبالغه؟ تقول لي صبور على وزن فعول، ممتاز. عامله ولا غير عامله؟ فيها الف ولام؟ لا، يبقى لازم كام شرط؟ اثنين. الشرط الاول نكره منونه دلت على الحال والاستقبال، ايوه نكره منونه ما فيش هنا ايه؟ ما فيش هنا ماضي خالص. طب اعتمدت على نفي، ما جه قبلها نفي اهو، يبقى ده ماشي تمام وزي الفل. طب يعني ايه برضو بقى اعمال؟ انا كده صيغه مبالغه دي عامله، يعني ايه؟ استنتج ايه؟ او هستفاد ايه؟ هتستفاد لما يجي يقول لك اعرب لي كلمه الرجل، هتعرف تعربها بكل بساطه. هشتغل صبور وتحط الفعل، الفعل بتاع صبور ايه؟ يصبر. هو مين اللي بيصبر؟ الرجل. اذا الرجل دي اعربها فاعل مرفوع علامه رفع الضمه. خش على اللي تحتها. هل فهام الطالب النحو؟ ما انا عندي فهام على وزن فعال، يبقى انا هعرف اطلع من غير محفظ اوزان؟ استحاله. تحفظ لي الخمس اوزان، فعول فعيل فعال مفعال فعل. فهام على وزن فعال نكره ما دلتش على الماضي، قبلها استفهام هقول له عامله، اشتال وحط الفعل بتاعه، اشتال فهام وحط الفعل، هقول لك يفهم. مين اللي بيفهم؟ الطالب. يبقى الطالب ده اعرابها فاعل. طب اقول لك اعرب لي النحو، يبقى مفعول به. هو بيفهم ايه؟ بيفهم النحو. يبقى عشان اعرف الفاعل بتسال بمين؟ مين اللي بيفهم؟ الطالب. يبقى الطالب ده اعرابها فاعل. طب عشان اعرف المفعول به هتسال بكلمه ايه؟ هو بيفهم ايه؟ النحو. اذا النحو دي اعرابها مفعول به منصوب. انزل اللي تحتها. الطالب فهام الدرس، فين صيغه مبالغه؟ فهام لسه قايلها فوق على وزن فعال. طب اعتمدت على ايه؟ اول شرط اتحقق معايا ما دلتش على الماضي. طب تاني شرط
ايوه يا مستر، معتمد على مبتدا، يعني هي جت الخبر بتاعه زي الفل، يبقى اشتغل وحط الفعل فهام، هتقول لي يفهم. طب بيفهم ايه؟ مين اللي بيفهم؟ هو بيفهم ايه؟ الدرس. يبقى الدرس دي اعرابها مفعول به. خش على النداء، يا رحيما والديك ابشر، رحيم على وزن فعيل، نكره منونه دلت على الحاله والاستقبال، وهنا اعتمدت على نداء، يبقى اقول له هنا عامله اشتغل وحط الفعل يرحم. مين اللي بيرحم؟ هو هيرحم ايه؟ والديه. يبقى والديه هنا اعرابها مفعول به. موصوف، حضر رجل كريم على الطاقم. موصوف دي يعني نعت، نكره زائد نكره، معرفه زائد معرفه. صلى على الحبيب، قال لي حضر رجل كريم على الطاقم. فين صيغه المبالغه؟ حضر رجل كريم على الطاقم، ايه اللي تنفع معايا؟ ايوه زي ما انت قلت كده، كريم على وزن فعيل، عامله ولا غير عامله؟ نكره منونه دلت على حال الاستقبال، هنا نكره ودلت على حال الاستقبال، اول شرط حقق معايا. طب هنا اعتمدت على ايه؟ قال لي موصوف. يعني ايه موصوف؟ ما رجل هو نكره، مش دي نكره؟ ايوه. ودي نكره؟ ايوه. يبقى اعتمدت على موصوف اللي هو النعت، تمام. يعني هنا عامله، يعني ايه عامله؟ اشتغل وحط الفعل. هو مين اللي بيكرم؟ العطاء بتاعه يا مستر، مش هو بقى اللي بيكرم، ده العطاءه، عطاء هو اللي بيكرم. يبقى هنا اعراب دي فاعل، مهمه جدا 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 والله، فاعل. احب الطالب معوانا صديقه، هنا اعتمد على حال. يعني ايه حال؟ اسال بكيف هتلاقي الاجابه، وهتلاقي اللي قبلها معرفه مش نكره. كيف احب الطالب معوانا صديقه؟ تمام تمام، مش قبلها يا مستر معرفه، وكانت اجابه كيف، يبقى تقول لي دي ومشتق، عشان الحال غالبا بيجي مشتق، اهو مشتق اهو. يبقى اقول له هنا اعرابها دي حال. طب انا مش عايز اعراب دي، هو بيجي في الامتحان ما بيقوليش اعرب لي دي، في الامتحان بيقول لي اعرب لي كلمه صديقه. هشوف دي صيغه مبالغه، معوان على وزن مفعال. ايوه يا مستر صيغه مبالغه، اشتغلها وحط الفعل. هتقول لي يعين، مين اللي بيعين؟ الطالب بيعين مين؟ صديقه. اذا صديقه تعربها لي مفعول به. اتمنى تكونوا استفدتوا معانا. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ما تنساش تصلي على النبي.